بس قص لي ليمون شرايح. ليمون شرايح. ايه. وطماطه شرايح. مع القشر؟ دي عيدك. طبعا مع القشر. بنتها السلشة من برا. بس طماطه بعد شرايح. أيوة تقطيعة شيف ما شاء الله. تمزح صح؟ يعني لازم نسوي جو. زين بس خلاص يكفي جو الشيف والمطبخ. زين ممكن تفتح الدرج هذا تطلع لي البايروس اللي ابي اشوفه. البايروس نقول بسم الله.